نود أن نذكر جمهورنا بأن جائزة تحدي القراءة العربي تتألف من 4 فئات، وهي بطل تحدي القراءة على مستوى الوطن العربي، والمشرف المتميز، المدرسة المتميزة، والطالب المتميز من الدول غير العربية، حيث تم تقييم الفئات 3 الأخيرة من خلال لجان تحكيم خاصة لكل فئة ضمن مراحل تقييم عدة. اسمحوا لنا الآن أن ندعو سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للصعود إلى خشبة المسرح وتكريم الفائزين. وندعو أمين عام تحدي القراءة العربية السيدة منى الكندي كمان. أيضا ندعو أبطال التحدي على مستوى جميع الدول المشاركة كي ينضموا إلينا لتكريمهم. والبداية من فردوس بوزريوح من ألمانيا. سارة محمد خير موسى من الدنمارك. سارة. مريم المغاري من فرنسا. سيرين فواز من هولندا. هيا محمد من الولايات المتحدة الأمريكية. محمود بلال حماد من السويد. نعيمة أحدو من إسبانيا. ديانا عادل من إيطاليا. محمد كمال عمارة من النرويج. باسم نصري من نصرية من بلجيكا. نور الجبوري من الهند. محمد الفاتح السطم من فنلندا. مينا نشأت من الصين. تغريد وليد السعيد من إندونيسيا. ريما حسن محمد النعيمي من اليونان. ماسا محمد من كندا. إحسان محمد من جيبوتي. ماريا أحمد المجيد من أستراليا. شكراً لك سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. شكراً طويلاً.